في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن صلاة التراويح لما جمع الناس: نعمة البدعة هذه. يقول: كيف الجواب عن هذا؟ هذه بدعة لغوية يا أخي، هي بدعة شرعية. البدعة الشرعية ما يمكن يقولها عمر، هذه بدعة لغوية، شيء ما اعتاده الناس. وعمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد وهم كانوا يصلون متفرقين، فقال نعمة البدعة هذه أنه جمعهم على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان على أبي بن كعب. نعم، فيه بدعة لغوية، يعني شيء الناس ما اعتادوه، فعمر جاء بهذا العمل وجمعهم على أبي بن كعب إمام واحد. نعم.